أهلا بيك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من برنامج نور يتزايد في هذا البرنامج بنجاوب على تساؤلات متنوعة سواء أسئلة في الحياة العملية أو تعليم في الكتاب المقدس أو عن آيات عسرة الفهم والنهاردة بنتعرض لآية في رسالة بولس الرسول لأهل كرونسوس الثانية وصاح 8 وعدد 9 بيقول بولس كده فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره وهنا في سؤال بيقول مش معنى الآية دي أن يسوع افتقر علشان أنا أكون شخص غني فمن حق كل مؤمن أنه يكون غني لو المقصود بالغنى أن احتياجاتي كلها تسدد ده وعد من فهمه من مزمور 23 الرب راعية فلا يعوزني شيء شي وده وعد في رسالة فيليبي لو احنا بندي لخدمة الرب بنساعد الفقراء باسم الرب من ساعتهم ده وعد فيملأ إلهي رسول بولس قال الآية دي للناس بتعود كنيسة فيلبي نتيجة لعطائهم المادي فقال لهم فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناء في المجد انما لو الغنى بقى مقصود به اكتر من الاحتياج بكتير لا الايه لا تتكلم عن هذا مطلقا بدليل ان بولس نفسه في نفهم المعنى من كلمات الرسول بولس في الاصحاح 6 كونس الثانيه اصحاح 6 هو السؤال كان من كونس الثانيه اصحاح كام 8 8 طيب هناخد الاجابه من نفس الرساله بولس بيقول ايه بيقول كفقراء بيتكلم عن نفسه ونحن نغني كثيرين اه ونحن نغني كثيرين كان لا شيء لنا يبقى حتى الرسول بولس كان واضح انه ما عندوش حاجه يعني كان لا شيء لنا فالايه نفسها لم تتحقق في الرسول بولس بمعنى انه يبقى غني لان الرسول بولس ما عاش غني ما هو بيقول هنا كان لا شيء لنا لكن رغم ان احنا لا نملك لكن الحقيقه يقول لك ونحن نملك كل شيء. يعني ما عندهوش احساس ابدا بان في حاجه ناقصاه. ادي معنى الايه. انه يبقى اغنياء بهذا المعنى، اغنياء في الايمان، اغنياء في الفرح، اغنياء في السلام، اغنياء بمعنى لا يعوزنا شيء زي ما الرسول بولس حصل له. الناس شايفاه غني قوي لا الناس شايفاه زي ما هو قال كأن لا شيء لنا كأننا فقراء لأن يقول لك قبليها كفقراء يعني الآية ما تحققتش في بولس اللي كتب الرسالة بالروح القدس بالمعنى الغلط ان يعني الغنى هنا مقصود به الثروة الجامدة الرب يسوع على الصليب مات من اجلي من اجلكم افتقر لكي تستغنوا انتم بفقر يعني انا نتيجه موته على الصليب انا بقيت غني بمعنى ان مش هيبقى عندي احساس بالنقص مش هحس ان انا اقل من غيري هبقى غني الروح القدس ماليني هبقى غني بمواهب الروح هبقى غني آه بالايمان زي ما قال الكتاب اغنياء في الايمان ابقى غني آه آه في الراحه الداخليه ابقى غني في السلام ابقى غني ابقى ناجح مشبع كمان آه آه يشبع آه آه بالخير آه نفسه اه يشبع بالخير نفسك فهنا ده المعنى زي بولس ابى زي بولس يعني كفقراء ونحن نغني كثيرين كان لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء طب ما بولس قال لتيموساوس في الرساله الثانيه انه اوصي الاغنياء كده ازاي انه اتكلموا انه ما يتكلوش على الغنى بتاعهم وان الله بيمنحنا كل شيء بغنى للتمتع ها بس مش معنى كده انك هتبقى عندك حسابات في البنك بالملايين ملايين دولارات مش ده المعنى انما الرب عطاك كل حاجه بغنى للتمتع مش معناها انك ما بولس اللي بيقول اللي بيقول كفقراء يقول الايه دي عليه الرب عطاه كل شيء بغنى للتمتع لا يعوزه شيء يعني داود هو بيرعى الغنم شاعر انه الرب اعطاه كل شيء بغنى للتمتع لما بقي في قصر الملك برضه الرب اعطاه كل شيء بغنى للتمتع يعني سواء قليل او كثير انا هعيش على الارض حياه التمتع هو ده المهم انا مش هعيش حياه شاعر فيها بالنقص او بالمزلة او باني ما آآ آآ يعني امور اساسيه في حياتي ناقصه لا انا أعيش الهي يسدد احتياجاتي دائما دائما يسدد الاحتياج حتى ال 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 الناس بتعود في ليبي مثلا طب ما كان في مؤمنين كتير في كنائس مجدونية فقراء وكان في مؤمنين في مدينه أورشليم فقرا والرسول بولس جمع لهم فلوس طب ليه دول ما استغنوش ما الآية دي ما اتحققتش معاهم اللي هي إن المسيح افتقر على الصليب وعلى صليب المسيح فقير جدا عشان دول يبقوا أغنياء طب ما هم يبقوش أغنياء يبقى ده تفسير خاطئ للآية ما عندنا مؤمنين وأيام الرسول بولس ده الرسول بولس كمان جمع لهم فلوس الفقراء المؤمنين بتوع كنيسة أورشليم جمع لهم فلوس من كنايس بتاعت أوروبا يعني في المنطقة مش المنطقة اللي حوالين البحر الأبيض ف لأني عايز لأن يؤمن بأن الرب قصده أن احتياجاتهم تسدد لكن مش قصده أنهم يبقوا مليونيرات لا دي دعوة ممكن الرب واحد زي يوسف الرامي يبقى غني لأن هيبقى ليه دور ممكن واحد زي اللي كانوا بيعملوا كنايس في بيوتهم يبقوا اغنياء لان لهم دور بغناهم لكن في ناس تاني كانوا عبيد طب ما يعني الرسول البوليس هيقول ايه للعبيد بقى لما طب ما هو الايه دي مبعوته لناس كانوا بيشتغلوا عبيد في الوقت ده هيقول يعني هيقولوا انت ب... انت كده يعني بتعقدنا لا تبقى عبد يعني تشتغل في بيت سيدك لكن لا يعوزك شيء وتعيش برضه حياه السعاده وتعيش متمتع وتعيش حاسس انك مش محروم من حاجة رغم انك انت عبد لا التفسيرات دي لا مش ماشية اطلاقا مع, مع الكتاب. الكتاب المقدس خالص مش ماشية اطلاقا طب كتير بنسمع كده في الاجواء الروحية مثلا تعليقات لما بتشوف مثلا ممكن انه مثلا خادم ليه خدمة كبيرة او كده ومثلا جات له طياره ولا جايب طياره عشان عشانه او عشان خدمه او حاجات زي كده وبنسمع تعليقات مختلفه ان في راي يقول كده وماله ربنا بي بيباركه ببركه كبيره كده وفي ناس تقول من ناحية تانية ازاي المسيح مثلا كان فقير إيه المفروض يبقى صوره الخادم في اموره الماديه بشكل معين محدود فايه في خدام في الكتاب كانوا فقراء عاموس مثلا كان جاني جميز آآ انما آآ استير كانت ملكه والرب استخدم انها ملكه من اجل انقاذ شعبها فالرب يعني في تنوع في جسد المسيح المهم ان انا ما افتعلش شيء ويبشل الامور دي هدفي انما الرب بيستخدم الغني ويستخدم الفقير ومحتاج لده ومحتاج لده لا شك ان عمل الرب محتاج مؤمنين اغنياء زي ليه لان عمل الرب يحتاج مال فلما يبقى في مؤمنين اغنياء فلوسهم هتروح للخدمه وهتبقى فلوس نقيه يعني مش سرقينها او واخدينها نتيجه رشاوي او يعني جات لهم نتيجه رشاوي او نتيجه استغلال للفقراء يعني بيتاجروا في حاجات اسلحه مثلا لا فالكنيسة محتاجة فيها التنوع كتاب المقدس رجال الله متنوعين عموس كتب سفر وفقير لكن شوف مثلا سليمان شوف داود لما بقي غني نشوف إبراهيم إبراهيم كان غني غني جدا نشوف يوسف يوسف في الاثنين عاش فترة فقير قوي 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 يعني حوالي 13 سنة عايش فقير وعاش بعد ما وصل سن 30 حياه كلها رفاه غنى في تنوع ربي بيستخدم ده وبيستخدم ده لكن آآ كلامك عامة على المؤمنين بصفة عامة لكن بصورة محددة لما يبقى في شكل مثلا عن خادم معين خادم متفرغ أو كده النظرة ليه بتبقى بطريقة مختلفة عشان كده داود كان خادم متفرغ بس الرب استخدمه ملك يعني لا, لا المهم المهم مش انه آه الخادم ده بيغني غني، المهم دي ده دي مشيئه الرب ليه ولا لا؟ هو ده المهم. يعني ممكن يبقى كده وممكن اه يبقى ممكن حياتي. يعني ممكن يكون الشخص ده مثلا مدعو الخادم ده لخدمه الاغنياء. افترض ان الرب دعى واحد يبقى قسيس في منطقه غنيه جدا. ما هو لازم يبقى زيهم ولازم اولاده يبقوا زي اولادهم والا آه هيتبهدل وهم مش مفيش مفيش ارض مشتركه. انما انا الرب دعيني ان انا اخدم في بلد فقيره ويبقى عندي في البلد الفقيره دي اصل لا ما ينفعش يعني ده حسب انا مدعو فين والحاله اللي انا فيها دي انا افتعلتها ويعني و... و... عملتها بدراعي ولا الرب جابها وبخدم ايه يعني افترض ان واحد بدعو لخدمه ناس آه مثقفين جدا ولازم الرب يعدوا في ثقاء يعني يعني الرب بي عشان تبقى صرت اليهودي كيهودي انا ما اقدرش احكم على واحد عشان افترض مثلا الرب ببعت له طياره لانه بيعمل مؤتمرات في كل انحاء العالم طيب ما ربنا له طياره عشان يوفر له وقته عشان وقته ده يستفيد بيه الناس لا دي عقليه آآ آآ لا يحكم انا ما اقدرش احكم على حد كل واحد يحكم على نفسه هو يقدر يحكم جايب الفلوس دي ازاي ربنا بعتها له ولا هو خدها من فلوس الفقراء ما ممكن يبقى خادم ما عندهوش المظهر ده انما زي يهوذا هو ما يهوذا ما كانش عنده مظهر يعني غير عادي شكله زيه بطرس زي يوحنا لكن كان بيسرق المهم الخادم ده كون الحاجات دي ازاي يعني الرب بعتها له فعلا بوضوح شديد افترض ان واحد بيخدم أغنية والرب عمل معاهم معجزات وراحوا متبرعين له بقصر طيب خلاص يستخدم بس المهم القصر ده لمجد الرب ما يعني ما يعني لا يدين واحد غني واحد فقير ولا واحد فقير واحد غني دي دعوات مختلفة جسد المسيح في من كل النوعيات ومن كل الخلفيات في ناس أغنية وفي ناس فقيرة والفقراء الرب قال معكم دائما في ناس لكن في ناس غنيه ما قلت قبل كده شوف شوف يوسف الرامي اللي كان ليه خدمه في موضوع دفن المسيح كان راجل غني والرب استخدمه كخادم فانا لا ادين احد انا المهم ان انا ابقى امين مع نفسي الحاجه اللي احس افترض ان انا بخدم وحسيت ان انا هروح عندي خدمة في قرية مثلا لو رحت القرية دي مع واحد غني بعربية حلوة هيعصر الناس وناس هتقفل مش هروح بالعربية دي هشوف واحد تاني عنده عربية أقل أروح بيها المشوار ده في كل لكن أنا أفترض أن رايح يعني حسب يعني المهم مش الجزئيات المهم الاتجاه اتجاه القلب اتجاه القلب يعني يمكن الشخص اللي عنده قصر ده يمكن ما يعرفوش هو بيخدم ازاي يمكن بيسافر بالطياره ويروح حتت في افريقيا وحتت فقيره ويتعرض لل للناموس وامراض خطيره وبي... ويناموا في العربيات يعني هو بيشوف جانب واحد بس من حياه الشخص ما يعرفش الشخص ده بيعمل ايه يمكن يعني ما, ما نقدرش نحكم كده واحنا قاعدين كده نحكم على ده ونحكم على ده الكتاب يقول لك تحكم ليه انت لا تدين لكي لا تدان، دي ادانه بقى. انت مش عايش في نفس ظروف في الظروف بتاعته، ما تعرفش البيت ده جاله ازاي، ما تعرفش حياته ايه الاخرى، ما تعرفش ايه اللي بيحصل معاه، يبقى اذا ما تتكلمش، امتى تبقى تتكلم؟ لما تبقى جزء من خدمه هذا الشخص، اه ساعتها من حقك. تقول ان انت جزء من الكنيسه دي، آه ممكن بقى ساعتها تناقش الموضوع وتناقشه مع ناس آآ آآ يعني ممتلئين بالروح القدس لأنك بيد جزء من, من من الحركه دي انما انت بعيد وفي كنيسه ثانيه وربما في مجتمع اخر تحكم كده وانت قاعد لا ياما خدام كان مظهرهم غني جدا لكن آآ آآ كانوا اكثر اخلاصا للرب وتضحيه ومعاناه ودخول في ضيقات من اجل الخدمه من خدام شكلهم كده انهم فقراء، الموضوع مش فقير مش عندي ايه، الموضوع انا القلب مليان ايه؟ واستعدادي ان انا اضحي من اجل يسوع قد ايه؟ طب في سؤال عندنا جاي من اخ بيقول انه في حد معاه في الكنيسه عنده صيدليه والسؤال بيقول هل ممكن ان انا احط فلوسي اديها لهذا الشخص اللي, اللي بيشتغل عنده صيدليه؟ بحيث انه بدل ما اخد نسبه 2% البنك بيديني ربح 2% لكن لو حطيته الفلوس ديت لهذا الاخ وهيستثمرها في هذا البيزنس المشروع هيديني 10% هل ده يعتبر ربا او في حاجه غلط في حاجه زي كده انا الحقيقه بشجع اي حد يسال سؤال زي ده ليه لانه شك والشك حاجه كويسه ان انا لما اشك في الحاجه امشي وراه لغايه ما اعرف الحقيقه الكتاب المقدس منع الربا يعني مثلا في لويين 25 بيقول كده لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة في آيات يعني كتير عن ضد الربا ممنوع الربا في العهد القديم ممنوع ايه هو الربا بقى الربا ان انا بديلك فلوس عشان انت بت محتاج للفلوس دي مثلا عشان صيدليه تكتر او لاي سبب بديك فلوس وبتدهاني بربح كبير مش ربح البنك ربح كبير ده اسمه ربح ممنوع ليه اولا لانك انت مش هتشترك ما هو اللي بيعمل كده مش هيشترك في لو الصيدليه دي خسرت مش هيشترك في الخساره يعني بياخد فلوسه كده على الجاهز بيستغل ان الصيدلي ده محتاج فلوس استغلال بيستغل ظرف فبيديله فلوس وهو لا هيتعب فيها ولا يعمل فيها أي ولا يعمل أي حاجة ولا يتحمل حتى ان, ال إن لو المشروع خسر هياخد فلوسه كده على الجاهز هياخد الربح بتاعه على الجاهز ده ايه ده؟ بيستغل ظروف اخوه دي ده ربا ده شر انت بتستغل ظروف اخوك عشان تاخد مكسب انت مش هتتعب فيه حتى لو اخويا هو اللي عرض عليا الموضوع ولا انه محتاج يعني الاصول اعمل ايه انا عندي فلوس في البنك بدل ما احطها في البنك اديها ليه واخد منه اللي كنت اخده من البنك بس لما اخد زياده يبقى انا استغليته استغليته يبقى ده بايه اسمه ربا 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 يعني استغليته استغليت الظرف اللي هو فيه ف أه انا أه أه الفلوس اللي هتجيلي دي غير نقيه والفلوس لما تجي غير نقيه يعني انا جبت فلوس استغل... نتيجه استغليت ظرف واحد او نتيجه ان انا في شغلي أه يعني ما كنتش مدقق في الضرايب زودت دخلي الفلوس الغير نقيه نتائجها مدمره ما في ناس ما بتشوفش ان ده استغلال لكن اتنين اتوفقوا مع بعض علشان يكملوا أنا حاجه انا انا اخذ فلوس من واحد وانا اللي اتعب وانا اللي اعمل لا يجي يبقى ليه دور ياخد دور في ال... في الشغل ما عنديش مانع ياخد دور اي دور يبقى ليه يبقى ليه ويبقى هيخسر لو الصيدليه خسرت وما أيوة. ياخدش نسبه ثابته يعني طب يعني من كلامك لو انا اتفقت مثلا ان انا من الاول لو خساره هتيجي علينا ولو مكسب تيجي علينا هو اشترك معاه باي طريقه يعني اتحمل ريسك معين اضمنه في البنك لازم يبقى فيه يعني شركه تخليني اخد النسبه ومش اخد النسبه اللي هو بيكسبها يعني افترض ان هو بيكسب مثلا 30% ما اروحش انا اخد 30% اخد 10% لاني شغلي قليل يعني يعني الموضوع شركه لو شركه اوكي طبعا لو شركه لازم تخضع للمبادئ بتاعت الشركه اللي في الكتاب ان ان يكونوا الاثنين مؤمنين لانه لا شركه بين النور والظلمه ولازم لما يعني انا ادي فلوسه وكمان لازم ابقى مطمئن ان هو بيشغل الصيدليه بامانه يعني يفترض ان هو مثلا برضه بيزوغ من حاجات وبيعمل حاجات ابقى انا اخد نسبه من دخله الغير الملوث لا انا مش يعني الموضوع المال ده خطر جدا طبعا هنا الطمع فرصه انا عندي فلوس ايه اللي يخليني اخد من البنك 2% ما نديله هو يشتغل وهو يستفيد بس يستفيد وانت ما عملتش حاجه ما ينفعش ونقدر نقول نفس الكلام دوت على مثل لأن في أخت قالت برضو إنه واحدة معاها في الكنيسة إنها طلبت منها مبلغ معين لأنها مش قادرة تاخد من البنك فمستعد إنها تدفع لها أكتر من البنك بنسبة مثلا أرفض ل... أرفض تماما أرفض تديني اللي اللي بيدوني البنك لأن البنك ده نظام عام فما نقدرش نقول غلط ده نظام بتاع مجتمع ونظام بيفيد المجتمع في حاجات كتير بقى المشاريع وال فده نظام فانا خاضع للنظام وطبعا البنك بيكسب لاني قيمه العمله بتقل يعني اقول انا لما بحط فلوس في البنك بيديها زياده لأن قيمه العمله مع الوقت بتقل فيعني عايز اقول المعامله مع البنك مش ربا انما لما لما اقول اجي اقول لك اديني وهدي لك اكتر من البنك يبقى انا بشجعك على الخطيه انا بعمل خطيه وانت بتعمل خطيه خطيه الربا ده يبقى ربا على طول مش عايز نقاش ما اديك ليه اكتر من البنك انت جاي انت يعني يعني انا المساعده بنساعد بعض مجانا وهنساعد بعض بالفلوس المؤمنين ايه يعني في مؤمنين يساعدوا بعض بالفلوس يعني ما ينفعش طب أنا عايز عشان أنت من شوية قلت تعبير كده إنه أشتري أضمنه في البنك أو حاجة زي كده. في آية في سفر الأمثال 22 بتقول لا تكن من صفيقي الكف ولا من ضامني الديون. عايزين نفهم أكتر على موضوع إن أنا أضمن شخص آخر. ما أقدرش أضمن إلا لو أنا مستعد مستعد تضيع عليا فلوس. لو أنا مستعد يعني أنا عايز أساعدك. انت عشان تاخد من البنك محتاج حد يضمنك انا عايز اساعدك اصلي لو انا حسيت جوه قلبي ان لو لو انت تعثرت بعد كده وما الفلوس للبنك والبنك هيجي ياخدها مني لان انا ضمنتك لو انا حسيت ان انا مش أزعل واعتبر ده نوع من العطاء اوكي انما ده ما يبقاش جوه جوا جوايا يبقى غلط يبقى الموضوع ان انا هتسلب وطبعا انا ليه اسيب الشيطان يسلبني فهنا الكتاب قال ما تضمنش حد لكن مش ما تضمنش حد بمعنى مطلق, مطلق يعني احاول أه 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 افهم اكتر من اللي قاله الرب يسوع في انجيل لوقا في انجيل لوقا الاصحاح السادس ان اقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم ستة أربعة وثلاثين يعني أنا سلفت واحد وهيرد لي اللي أنا عاطيتهولي ده, ده عادي عشان كده قلت ما ينفعش بين المؤمنين أتخيل إن واحد يساعدك ماديا عشان ياخد منك أكتر من البنك مش قادر تتصور أنا شوف الرب ده, ده, مش يعني يبقى بعيد كل بعيد تماما عن العهد الجديد بعيد خالص خالص يعني شوف الرب بيقول ايه إن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم ما العالم بيعمل كده فإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل طيب يبقى الرب عايزني أعمل ايه يعني يقول كده أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا يعني اضمنه حتى لو ضاعت فلوسي. ده اطبق الايه دي على الناحيه دي اسلف واحد وانا حاطط في ذهني ان ان الظروف الصعبه ممكن ما يعرفش يرد مش مهم ده 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 مبدا الشخص يعني عايز اسلف واحد او عايز اضمن واحد لازم يبقى عندي استعداد داخلي بفرح انه لو ما قدرش يرد او ضمنته وهو ما يسدد البنك فقوم ياخده مني ابا مش زعلان ابا شايف ان ده نوع من العطاء انما لو انا منتظر اخد منه لا خطر خطر جدا ليه لان مين يضمن ولو انا ضمنته مين مين يضمن لي ان هو هيدي البنك حقه والبنك مش هيجي عليا فانجيل لوقا 6 الايه دي بتدي نور في الموضوع طيب لكن هل ممكن انا اسلف شخص واخد نفس نسبه البروفيت زي ما البنك مثلا بياخد من الشخص ولا ده برضو كانه عدم مساعده واخد بس الاقساط اللي هو من المبلغ لا الاساسي لا ده معناه برضو ان انا هنقص ما انا لأن انا كانت فلوسي في البنك وانا هجيب الفلوس دي منين يعني كان انا هخسر اه لو ده نوع من العطاء بقى انت عايز تدي اكتر ادي انت ممكن تدي له خالص زي ما قال كده يعني وع... بالسلفة لكن اه في ناس بيعملوا كده لما يلاقوا اخوهم تعبان آه يطلعوا آه يطلعوا وفي ناس بتطلع من اعوازها يعني وعشان يبدا الشغل من جديد ويقولوا له احنا مش عايزين منك حاجه لكن لو انا طالع مني كانه هو سلفة اه فلز. لو سلفة يبقى لازم عشان ما يبقاش ربا يبقى زي ما كان البنك يعني زي 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 البنك بالظبط يعني لان انا طلعت سلفه فقدت العائد اللي كان هيدوني البنك فبدل ما اخد العائد من البنك اخده منه مش غلط يعني لا أو مش غلط ضميري ما يتعبنيش ان انا باخد فايده من لا لان كنت لان فلوسي كانت في البنك كانت بتجيب فايده انا ما فيش حاجه اتغيرت هي بدل ما كانت بتجيب الفايده من البنك كانت تجيب الفايده منه لكن لازم يبقى عندي قلب لو انا شايف انه مش هيقدر يديني فلوس البنك لا ما زلهوش يبقى ده غلط برضه عطائي غلط انا بقول لو لو هو هيقدر يديني زي ما يديني البنك اوكي لكن لو مش هيقدر لا كفايه رجع لي الفلوس وخلاص امين عزيزي المشاهد هنستكمل مع بعض الحديث ولو عندك سؤال في هذا الامر نحب نسمع منك بس نصلي مع بعض في نهايه الحلقه كده باسم الرب يسوع نحط دواير المال في حياتنا يا رب كده انك انت تملك عليها بفكرك وبحقك باسم الرب يسوع ما يكونش في اي شخص مشاهد يا رب بنصلي من اجل اي شخص بيشاهد هذه الحلقه سواء في التلفزيون او على الانترنت يا رب انه دايره المال تكون بحسب مشيئتك في اسم الرب يسوع امين. الرب يباركك ويكون معاك والى حلقه قادمه. هل ده معناه ان انا ممنوع منعا بات ان انا استلف فلوس؟ في برضه نظام اللي هو الكريدت كارد اه الخطوط الائتمانيه دي فلوس الرب تروح للرب ما تروحش لحل مشاكل هل اسلف اي حد وأي اي حد سالني انا محتاج فلوس المفروض اديله على طول؟